نبدأ وعليه نتوكل ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، هاي التحديات تتواصل مع تواصلنا معكم مع انطلاقة جديدة ومتجددة من انطلاقات الخير والبركة، ومع انطلاقة الشوط السابع للقعدان المفاريد من مسافة 1500 متر. بداية نسير مع المركز الأول ومع معزز ومطلق بن سلمان الحر العطوي. أبو سعود ينطلق ويبدأ مع هذا الشوط ومع هذا التحدي. بينما المركز الثاني هناك الشبابي وراشد بن مفضل كان يتواجد مع الثاني. التحديات ولكن التسلل في هذه اللحظات من سلهود وعطورة بن نافع. البلوي ينطلق مع سلهود مع الثاني. المراكز والمركز الثالث الشبابي وراشد بن مفضل جهني، والمركز الرابع في هذه اللحظات مودع عيد بن سليمان. ابو دي العطوي يتواجد مع رابع المراكز، ولكن شاهد هذا التسلل، هذا الهجوم من هدلان وعبد الله بن حسين الحويطي. ينطلق مع هدلان وينتقل انتقال مميز وقوي جدا الى مقدمة الشوط. ينطلق مع هدلان ويخطف المركز الاول. اذا هدلان مع مقدمة الشوط وعبد الله بن حسين الحويطي. اما المركز الثاني معزز ومطلق بن سلمان الحر العطوي ينطلق مع ثاني المراكز ويشكل الخطر على مقدمة الشوط. اما المركز الثالث مودع وعيد بن سليمان ابو دي العطوي مع ثالث المراكز، لكن خلون مع البداية مع هذا الصراع ومع معزز. معزز تدخل وتسلل الى مقدمة الشوط، مطلق بن سلمان الحر العطوي ما شاء الله يا بسعود ينطلق ويندفع في اللحظات الاخيرة وينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمطلق بن سلمان الحر، عزبة امجاد وشعار الامجاد في هذه اللحظات يختطف هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني عبد الله بن حسين الحويط، المركز الثالث عيد بن سليمان البلوي. اما المركز الرابع مودع لعيد بن سليمان ابو دي العطوي. اما المركز الخامس متعب لصالح بن بنيه البلوي. اذا تهانينا والناموس لمالك معزز مطلق بن سلمان الحر قاطعا مسافة 1500 متر في زمن وقدر دقيقتين و23 ثانية و85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.